السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن من مدرسة حاوي أبو حماة، نناشد كل من يختص بهذا المجال بأن ينظر إلى وضعنا السيء حاليا، وهي أول مشكلة عندنا صارت وهي الأرضيات. الأرضيات عندنا تراب، عندنا الطلاب ما عاد تداوم، في طلاب صارت عندها صعوبة بالتنفس من أمراض حساسية أو ربو، يعني عندنا الأهالي ما عاد يبعثون طلاب عن مدرسة. عندنا نعاني من مشكلة السور، وهي أكبر مشكلة عندنا، إن ما عاد نقدر نضبط الطلاب يطلعون من غير ما أحد يعرف، يعني رايح الطالب يجي الطالب إحنا ما نعرف. البوابة من ضمن السور. عندنا مشاكل ثانية مثل مشكلة الحمامات، نريد صيانة للمدرسة كاملة. السلام عليكم ورحمة الله. عبد الوهاب أحمد عبد الله، ولي لأربع طلاب في مدرسة الحصية في حاوي أبو حمام. من الأمور التي نعاني منها إجمالا وخصوصا في منطقة الحاوي هي عدم الجاهزية الكاملة للمدرسة، من خلال السور، من خلال الأرضيات، تتعرض للسرقة، تتعرض للتخريب، تتعرض الطلاب للأذية من حيث الأتربة، من حيث الوحل، من حيث التدخلات من خارج المدرسة على الطلاب وعلى الأساتذة. فنناشد الجهات المختصة ومن لديه حس بهذا الجيل الصاعد الذي يجب أن يتربى ويأخذ تعليمه كما ينبغي، كإنسان بني آدم له حقوق. نناشد الجهات المختصة بالنظر في هذه القضية وفي هذا المجال. فالمدارس والله تعاني من كثير من الإشكاليات، سرقات متكررة، ما في حراسة، ما في سور، ما في أرضيات نظيفة، ما في تجهيزات كما ينبغي. ولكم جزيل الشكر.